كان عندنا موضوع الألياف البصرية. عدد المنازل اللي كانت موصلة بالألياف البصرية 1,200,000 منزل. أستراليا كمقارنة عشان توصل 3,000,000 منزل وصلت لها في 6 سنوات وبحزمة تحفيزية أكثر من 20 مليار جنيه. فحطينا حزمة تحفيزية بدل 50 و60 مليار حطينا 6 مليار ريال فقط. ففي 6 مليار وفي 3 سنوات حققنا نفس المنجز. كان في مركز للتنافسية الرقمية للمركز الأوروبي، فالعادة يركز على الدول الأوروبية، هو بعيد عن مناطق الشرق الأوسط وكذا. قرر في تقريره في 2020 أنه يدرج جميع الدول بما فيها دول الشرق الأوسط. فلما حطوا المسطرة والمعايير من ناحية البنية التحتية، من ناحية الاستراتيجيات، التشريعات والكوادر، وجدوا أن من ضمن الدول الـ20، وكانت مفاجأة سارة لنا جميعاً، أن المملكة العربية السعودية ولله الحمد كانت رقم واحد في القفزات الرقمية. يعني اليوم المملكة العربية السعودية هي الاقتصاد رقم 18 في العالم على مستوى البنية التحتية الرقمية. اليوم نحتفل نحن رقم 5 عالمياً. منتدى الاقتصاد العالمي اليوم يصنف رقم 9 في المهارات الرقمية ومهارات المستقبل. على مستوى التشريع، الاتحاد الدولي للاتصالات مصنفنا من أفضل 10 دول من ضمن المجموعة الـ20. أكبر صفقتين أعتقد كانت في تاريخ رؤية 2030 وفي تاريخ المنطقة، صفقة جوجل مع أرامكو وعلي بابا مع الاتصالات السعودية. دربنا أكثر من 25,000 من خيرة الشباب والشابات في 3 سنوات الماضية. لنا 250,000 بطل وبطلة في قطاع الاتصالات والمعلومات، ولكن التوطين 36%، نسبة مشاركة المرأة 7%. وفي 3 سنوات وين وصلنا؟ 300,000 بطل وبطلة، التوطين 52%، نسبة مشاركة المرأة 23%.